حيث تنطلق في مصر حزمة من المشروعات تستهدف إنشاء شبكة قومية للطرق العملاقة وتنمية زراعية تطمح لاستصلاح مليون فدان وإنشاء عدد من المدن الجديدة تستوعب الزيادة السكانية، بالإضافة إلى البدء في تدشين عدد من الموانئ. أؤكد لكم جميعا أن الدولة المصرية تجدد عزمها على المضي قدما على خطى الإصلاح السياسي والاجتماعي لتحقيق أهداف وطموحات أبنائها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.